طول عمري بحب اتفرج على عروض الباليه، بس لما حبيت اتعلمه كان سني ساعتها 11 سنه. كل الناس قالوا لي من الصعب تتعلميه لانك كبرتي، درس واشتغل كأي بنت بتتعايش مع حياتها الطبيعيه لحد ما بقى عندي 27 سنه. ممكن يكون الأحلام لما بتعدي من الصعب نرجعها تاني، لأنه دايماً آلة الزمن ما بتمشيش بالعكس، بس الحقيقة إن الروتين هو اللي بيقتل أحلامنا. اكتشفت إن الأحلام ممكن نحققها في أي وقت، وإن السن مجرد رقم. دايماً الناس بتسمع أني برقص بالي بتستغرب إزاي برقص بالي ومحجبة. البالي بيحسسني أني طايرة ومبسوطة في عالم تاني.